وللوقوف على تطورات المشهد في الضفة والقدس في ظل انتهاكات متصاعدة من الاحتلال الصهيوني، ينضم إلينا عبر سكايب من غزة المختص في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة. أهلا بك سيد رامي معنا. يعني بداية، الاحتلال الصهيوني كما تعلم يغلق مداخل نابلس عقب مقتل أحد جنوده قرب مستوطنة شمالي الضفة المحتلة، وهناك مواجهات في عدد من مناطق الضفة والقدس. السؤال هنا، كيف ترى هذا التصعيد خصوصا في الضفة والقدس المحتلتين؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام. أخي الكريم، واضح أنه الضفة الغربية وضواحي القدس تشهد تصاعد في نوعية وعدد العمليات والفعل المقاوم الفلسطيني، وذلك بالنظر لفشل استراتيجية الاحتلال الذي يقوم عليها منذ أكثر من 15 عاما من قمع المقاومة والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وبالتالي ساهم التوسع الاستيطاني والانتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى في القدس وفي الضفة الغربية إلى هذه العمليات وتواصل الفعل المقاوم. بالتالي اليوم شعبنا الفلسطيني، ثوار مخيم شعفاط، يواصلون استبسالهم أمام قوات الاحتلال التي تفرض عليهم حصار مشدد، يواجهونهم بصدورهم وبرشقات الحجارة. اليوم المقاومة في الضفة تتصاعد بشكل كبير، هناك تقدم في العمل المقاوم في مواجهة العدوان. عدد العمليات في الضفة الغربية النوعية يشهد حالة كبيرة من التصاعد. وصلنا اليوم أنه الاحتلال ومراسليه العسكريين قبل قليل يتحدثون عن مواجهات واسعة هذا المساء في العديد من نقاط التماس في شرق القدس، في الخليل، رامي، هذا الحديث لحم. هذا الحديث الذي تفضلت به، هل يعني أن المقاومة خصوصا في الضفة والقدس المحتلتين، هل حديثك يعني أن المقاومة هناك بدأت تأخذ زمام المبادرة وتتشكل بطريقة يعني تجعل الاحتلال ربما يعيد حساباته ويتأكد أن هناك مقاومة بدأت تتشكل وتتنامى في الضفة والقدس؟ هل هذا يحصل حاليا؟ واضح أخي الكريم، نحن أمام مقاومة إبداعية. أبرز شواهد هذه المقاومة وأبرز دلائل عليها هي عمليات عرين الأسود المتواصلة والتي تشير لقدرتهم على امتلاك زمام المبادرة ومفاجأة العدو على حين غرة، كما كشفت عملية شعفاط وشافي شمرون عن عيوب وفجوات كبيرة لدى الاحتلال، كما أنه عمليات كتائب جنين ونابلس هي عمليات منظمة منسقة من قبل المقاومين، تشكل تحولا هاما في سياق المواجهة مع الاحتلال. بالتالي استمرار المقاومة في الضفة الغربية وامتدادها لكامل جغرافية الضفة الغربية واستخدام تكتيكات عسكرية جديدة سيفرض على الاحتلال والجندي ضرورة إيجاد حلول فورية أثناء القتال، وهذا أثبت فشلهم أمام بسالة وشجاعة المقاومة الفلسطيني. بالتالي نحن أمام تصعيد إسرائيلي خطير في مواجهة شعبنا، ويرد عليه شعبنا بعمل مقاوم منظم وحاضن الشعبية تلتف هذه المقاومة. لكن في المقابل يعني عمليات القمع مستمرة من قبل الاحتلال الصهيوني سيد رامي، ويشهدها حاليا مخيم شعفاط ومن قبله كذلك، وتشهدها بين الحين والآخر جنين. السؤال هنا، ألا ترى أن الثمن الذي يقدمه الفلسطينيون هناك سواء في شعفاط أو عموم القدس والضفة، ألا ترى أن الثمن ربما لا يوازي ما يتحقق على الأرض؟ أم أن الفلسطينيين لديهم حسابات مختلفة غير ذلك؟ أخي الكريم، لجوء الاحتلال لسياسة العقاب الجماعي ومحاولة ضرب الوعي المجتمعي سياسة فاشلة أثبتت عدم فعاليتها في الماضي، سواء بفرض الحصار وإغلاق القرى البلدات، إلغاء تصريح العمل، هدم منازل المواطنين منفذي العمليات، كل هذه أثبتت فشلها. صحيح الاحتلال يسابق الزمن من أجل منع تحول خلايا المقاومة الوليدة في شمال الضفة إلى مجموعات قوية وقادرة على بناء الفعل المقاوم ومراقبة هذه العمليات وتنفيذ العمليات، لكن باعتقادي هذه السياسة وسياسة فرض الحصار والتنكيل فشلت، ولن يكتب لها النجاح أمام الشباب المقاوم الذين اختاروا تقديم أغلى ما يملكون نصرة لقضيتهم والدفاع عن فلسطين والدفاع عن أنفسهم، بدليل أن هذه العمليات مستمرة ولم تخبو
وبالتالي التضييق على اهالينا في الضفه الغربيه والمخيمات واخطارات الهدم، هذا لا يأبه به شعبنا وسيبقى يواصل مقاومته ما بقي هذا الاحتلال. نعم، هنا الان يعني يجب الحديث او ان نتوقف عند اداره العمل المقاوم على الارض سيد رامي، والحديث عن دور قيادة المقاومة في إبداع طرق مقاومة تتناسب مع انتهاكات الاحتلال وتطور أساليبها في ذلك. هل يمكن فعلا أن يصبح عمل المقاومة في الضفة والقدس أكثر تنظيما ويسبب يعني أو يؤدي إلى النتائج التي يتطلع إليها الكل الفلسطيني بما في ذلك مقاومته؟ واضح انه الساحه الفلسطينيه في الفتره الحاليه تعيش وضع فريد في ظل ما تشهد الضفه الغربيه المحتله والقدس من تصعيد واضح في حاله المقاومه بشكل عام، وهناك مقاومه ابداعيه بشكل خاص، وهذا يدل على ان مقاتلي المقاومه اخترعوا ادواتهم لتنفيذ عملياتهم مثل عمليه شعفاط وكثير من العمليات. اهم ما يميز هذه العمليات هي الجراه المفاجئه التي تحدثها لدى العدو الصهيوني. نحن بالتالي امام جيل جديد من الشباب الفلسطيني دخل في سلسله من العمليات المقاومه، وهذا يعني ان مستقبل المقاومه في الضفه يسير في مسار تصاعدي، وكل هذا يشير الى صعوبه امام الاحتلال، لان هذا الشباب المنضمين حديثا للمقاومه يعترف الاحتلال انهم غير مدرجين على قوائم المتابعه والمراقبه الامنيه، وهذا يعني انهم خارج الرادار الامني. ابرز ما يميز موجة المقاومة الحالية في الضفة الغربية هو أن مقاتلي الفصائل حماس والجهاد الإسلامي وفتح كلهم يشتركون في مجموعة واحدة ومجموعات مشتركة ككتيب الجنين ومجموعة عريين الأسيد الأسود حتى يواجهوا الاحتلال والتصدي لبطش وعدوان. سيد رامي، لم تكن المقاومة الفلسطينية لتنجح لولا وجود حاضنة شعبية تحميها. السؤال هنا، هل تعتقد أن الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة المحتلة قادرة على الصمود وأن تحتضن الخلايا أو المجموعات أو الأفراد الذين يقومون بعمليات مقاومة تماما كما تحتضن الجماهير الفلسطينية في غزة مقاومتها؟ هل يمكن يعني قياس نموذج غزة على الضفة المحتلة ويتطور؟ هل هذا قابل؟ الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في الضفة أربكت حسابات الاحتلال في الأشهر والأسابيع والساعات الأخيرة. اليوم الوجدان الشعبي في الضفة الغربية يظهر انحيازا كبيرا لفكرة المقاومة، وهناك تمجيد كبير لفعل المقاومة على حساب الخيارات الأخرى، وهذا العامل يشجع الشباب للانضواء والانخراط ومتابعة العمل المقاوم. ونلحظ عندما باتت تصدر مجموعات عرين الأسود بعض التعميمات العسكرية والبلاغات العسكرية، نجد أن هناك استجابة واسعة لهذه النداءات، وأكبر دليل على ذلك هو الإضراب الذي شن الضفة الغربية. بالتالي المقاومة في بعض مناطق الضفة الغربية اليوم تحولت لظاهرة وامتدت إلى أماكن ومدن، وعمليات المقاومة استطاعت اختراق منظومة الاحتلال، وأصبح هناك تلاحم واضح لكون المقاومين من أبناء المنطقة ذاتها. بالتالي نجد تلاحما بين الحاضنة الشعبية والمقاومة، وهذه الحاضنة باتت تقدم كل ما يريده المقاومين وتساعدهم وتسير على نفس النهج الذي يسيرون عليه. من غزة كنت معنا عبر سكايب المختص في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة، شكرا جزيلا لك.